حابب أشارككم اليوم عن مجموعة تانية من أشكال السلوك السام الأكثر انتشاراً في العلاقات. الشريك الاعتمادي، واحدة من طرق التحكم السام إنه يكون بيعتمد على الطرف الثاني في أخذ كل القرارات، لكن بالمقابل رح يتعامل بعدوانية إذا كان القرار اللي أخذه الطرف الثاني غلط من وجهة نظره طبعاً أو ما بيناسبه. مثل هذا النوع من العلاقات السامة بيخلق شعور مستمر بالقلق والتوتر نتيجة الخوف من أخذ قرارات خاطئة. كمان بيكون هناك شعور بالإرهاق لأنه عم بياخد كل القرارات لحاله. الشريك المستقل، مرات بيخفي هالشخص سلوك المسيطر السام من خلال إنه إنسان حر ومستقل وما بيسمح لأي حدا يتحكم بحياته، الأمر اللي بيخليه يفلت من مسؤولياته ووعوده، وهيك فهذا الشخص بيعتمد إنه يتحكم فيكم عن طريق إنه يخليكم مش متأكدين شو راح يعمل. وهذا النوع من العلاقات بيخليكم في حالة من انعدام الأمان والاستقرار، وهذا كله عشانكم مش قادرين تتنبؤوا بتصرفات الشريك أو حتى بمدى التزامه معكم عاطفيا. هذا الأمر رح يأثر على صحتكم النفسية والعاطفية والجسدية. المستغل، في بداية العلاقة بيكون هالشخص لطيف وممتع طول ما هو بياخد اللي بده إياه من الطرف الثاني، فبتكون العلاقة باتجاه واحد وبيكون الطرف الثاني بيعطي بكل طاقته، وبيجي هالشخص السام بيقرر إنه يحط حد لهالعلاقة في حال لقى شخص جديد بيقدر يعمل له أكتر عشان. المتملك، ببداية العلاقة بتلاقوا إنه غيرة الشريك طبيعية ومقبولة وبتستمتعوا فيها وبتعتبروها دليل على الحب، لكن مع مرور الوقت بصير الشريك السام يلاحقكم بغيرته الجنونية وبيحاصركم بشكوكه وأسئلته، وبصير بده يعزلكم عن الأصدقاء وكمان العيلة، وهذا كله بهدف إنه يتملككم.